الحزب، وهذا ثابت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. اذا الازمه الماليه هو الوحيد الذي تتسبب فيها. طيب هل اسمح لي بس اسمح لي يا استاذ محمود. يعني فوق الامر الميزانيه اللي احنا عرضناها وعرضناها على الصحفيين اللي كانت في 30 مايو 2010 طبقا لكشف حسابات البنك كانت موجوده 89 مليون و980 الف سواء كانت ودائع او شهادات استثمار او حسابات جاريه، وكانت بتغطي حسابات الحزب وحسابات الجريده وحسابات العياده. الدكتور سيد البدوي مطلوب منه دلوقتي انه يعلن للوفديين ما هو موجود في حسابات الحزب والجريده طبقا لما هو موجود في حسابات البنوك في اللحظه الحاليه. فؤاد بيه بيقول انه الجريده فيها 12 مليون والحزب فيه 8 مليون لحد هذه اللحظه. المعلومات الحقيقيه مختلفه ومش واضحه، لانه المكتب التنفيذي في اخر اجتماعين فك ودائع بقيمه 1.5 مليون من حسابات الحزب، وبالتالي حسابات الحزب وصلت تقريبا الى 5.5 مليون. الحسابات بتاعت الجريده مش معروفه، وان كان يقال ان هي 9 مليون. الجريده مدانه لجريده الاهرام، مدينه لجريده الاهرام، مطبوعات ب 5 مليون، ومدينه للتامينات الاجتماعيه ب 4 مليون، ومدينه بمستحقات للزملاء اللي خرجوا على المعاش ب1.7 مليون. وللاسف المكتب التنفيذي خد قرار مخالف للقانون انه ما فيش حاجه اسمها مكافاه نهايه خدمه للصحفيين في محاوله للتغطيه على الازمه الماليه، لانه المفترض السنه دي انه هيطلع 17 صحفي زميل على المعاش، السنه اللي جايه هيطلع 30 صحفي، واحنا قمنا بزياره لنقابة الصحفيين واخترنا النقيب وطلبنا ان تتدخل النقابه في هذه الازمه بعيدا عن مساله الصراع الحزبي. المساله الثانيه والمهمه انه العقد بتاع ميديا لاين زي ما قال فؤاد بيه جه على عشان يحقق للوفد في 3 سنين 66 مليون بواقع 22 مليون جنيه سنويا. المشكله الحقيقيه انه ودائع الحزب كانت بتحقق سنويا 90 مليون اللي كانوا موجودين في اخر ميزانيه في عهد الدكتور محمود اباظه، كانت بتحقق 9.6 مليون ارباح ودائع وحسابات جاريه وشهادات استثماريه سواء بالجنيه المصري او بالدولار، وان اداره الاعلانات طبقا لاخر ميزانيه في 12/2010 حققت حوالي 11 مليون و900، وبالتالي كان اجمالي ما يرد الى الحزب والجريده من موارد ماليه من الخارج سواء من البنوك استثمارات من الحسابات او سواء من اداره الاعلانات تقريبا حوالي 21 مليون جنيه سنويا، ودي كانت ثابته ومنتظمه. عشان كده ودائع الحزب زادت من عهد فؤاد باشا كانت 48 مليون رغم ان احنا اشترينا القصر الكبير بتاع الدقي. دكتور نعمان جمعه ساب الحزب والودائع 70 مليون رغم ان هو خاض انتخابات الرئاسه صرف فيها 10 مليون وخاض انتخابات مجلس الشعب صرف فيها حوالي 5 او 6 مليون وبنى المقر بتاع الجريده اللي حضرتكم شايفينه. ساب الودائع وهي 70 مليون. الدكتور محمود اباظه ساب الودائع وهي 90 مليون رغم ان هو ضاعف مرتبات الصحفيين لما عمل لائحه ضاعف المرتبات للضعف واجرى 7 جمعيات عموميه بتكلفتهم، ورغم ذلك كانت الودائع بتتزايد ومفيش رئيس حزب يسلم الحزب الا والودائع بتتزايد رغم كل المصروفات الخاصه بالحزب والمصروفات الخاصه بالجريده. الازمه الحقيقيه زي ما قلنا وزي ما اشرنا ودي محل بلاغ وتحقيق دلوقتي سواء البلاغ اللي قدمه الاستاذ احمد راضي المفصول من الزملاء الصحفيين والوفد وسته اخرين تم فصلهم مؤخرا، بالاضافه الى ان مجموعه من اعضاء الهيئه العليا تقدموا امس واول امس ببلاغ للنائب العام، وتم تحويل هذه البلاغات الى نيابه الاموال العامه العليا بتهمه ان احنا وجهنا تهمه للدكتور السيد البدوي بالاهدار المال العام باعتبار ان اموال الحزب والجريده اموال عامه، لانه زي ما شرح فؤاد بيه المشكله الحقيقيه انه الجهاز المركزي للمحاسبات قال ان عقد ميديا لاين عليه 3 ملاحظات ذكرهم فؤاد بيه، بالاضافه انه في بنود كتير جدا في عقد ميديا لاين في المذكره اللي احنا قدمناها بتشكل اجحاف شديد جدا بحقوق الصحفيين والجريده، لكن الاخطر من كده انه دكتور سيد البدوي وانتم صحفيين وتفهموا هذا الكلام لغى اداره الاعلانات وحول المعلنين اللي هم كانوا ثروه الجريده من 84 من تاريخ اصدارها سواء كانت شركات او بنوك او مؤسسات مختلفه
كانت بتتعامل مع الصحيفة على مدار ربع مليون، سلمهم زي ما بيقولوا بالتعبير كده تسليم أهالي ربع قرن، تسليم أهالي إلى شركة ميديا لاين. وبالتالي الأزمة الحقيقية دلوقتي اللي عندنا إدارة إعلانات، رغم إن إحنا بنحاول عن نعمل إدارة إعلانات، وحتى إدارة الإعلانات اللي بتتم دلوقتي مشكلتها إن كل المعلنين اللي تعاملوا زي الزملاء ما قالوا على مدار ربع قرن مع الجريدة للأسف انتقلوا إلى جريدة ميديا لاين، وحتى العقد بالإضافة لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتضمن أي شروط جزائية، منح شركة ميديا لاين إنها تمسخ العقد تلقائيا دون أي تعويضات. المشكلة الحقيقية دلوقتي إنه عندنا أزمة مالية، ودي من ضمن الأزمات، لأن المشكلة مش مشكلة إن إحنا بنتكلم عن أزمة مالية فقط، إحنا بنتكلم عن أزمة إصلاح الوفد، الوضع المالي هو جزء منها. عشان كده أنا بالضبط عشان كده محتاج إن الزملاء يعني يبقى في حوار كمان، لأنه تيار الإصلاح مش نابت من هذه اللحظة، تيار الإصلاح بقى له فترة طويلة، والمسألة ليست نزاع على جماعة عمومية فقط، وليست نزاع على منصب حزبي أو كرسي في مقعد الهيئة العليا، المسألة إنها متعلقة بمصير الوفد وخروج الوفد عن ثوابته. وبالتالي أدعو الزميل الأستاذ عصام وأدعوكم كمان إن أنتوا تفتحوا حوار أكثر حوالين هذه القضايا الهامة الأخرى المختلفة. ببساطة شديدة جدا، ما احنا عارفين كلنا كإعلاميين وكصحفيين الأزمة اللي موجودة، لكن في فرق واضح ما بين جريدة الوفد وما بين باقي الصحف. معلش الصحف يعني مع احترامي وتقديري، في صحف وليدة بقى لها 4 سنين، بقى لها 5 سنين، جريدة الوفد كان بقى لها ربع قرن زي ما بيقولوا، كان عندها ارتباطات إعلانية مع مؤسسات طول الوقت، وبالتالي كانت بتحقق ما حصلش حتى رغم الأزمة المالية اللي كانت موجودة. كان للأسف الشرط اللي كان موجود في العقد، وحضرتك هتراجع العقد فيه صورة منه، إنه لو جه معلنين لإدارة الوفد عليها أنها تحولهم أوتوماتيك إلى ميديا لاين حتى دون أنها تاخد هذا العائد، النسبة بتاعت العمولة، نسبة التحصيل بتاعت العمولة. جريدة الوفد اللي بقى لها ربع قرن كان عندها معلنين ثابتين، كان عندها تعامل مع مؤسسات ثابتة، وكان باعتبارها جريدة المعارضة الأولى في مصر، كان لديها أو لدى المعلنين ثقة فيها مستمرة. وبالتالي رغم كل هذه الأزمات المالية اللي احنا بنتكلم عنها، لكن عايز حضرتك زي ما بتقولي كده أستاذة سمر، احنا عملنا في إطار اللجنة اللي شكلتها الهيئة العليا وباختصار عشان نتيح لباقي الزملاء، عملنا مقارنة ما بين جريدة الوفد على مدار شهر، وتقدر حضرتك تختار أي شهر، وتقدروا حضراتكم تختاروا أي شهر، هاتوا الشروق، هاتوا المصري اليوم، هاتوا الوطن، هاتوا الوفد، أي شهر تختاروه، قارنوا ما بين الإعلانات اللي موجودة في هذه الجرايد والإعلانات اللي موجودة في الوفد. هقول لحضرتك إن المصري اليوم وإن الشروق وإن الوطن فيها إعلانات، لكن الوفد كانت زيرو. في النواحي القانونية قبل النواحي القانونية، أنا عايز أقول لحضراتكم بوضوح شديد، إحنا عندنا شكوك كبيرة، شكوك كبيرة حول الموقف المالي لحزب الوفد، وإحنا طالبين من رئيس الوفد يقدم حاجتين في منتهى البساطة. الحاجة الأولى إنه يقدم لنا كشف حساب من البنوك في اليوم اللي استلم فيه الوفد. دكتور سيد رئيس للوفد في 28/5/2010، احنا طالبين منه يقدم لنا كشف حساب من البنك بالموقف المالي للحزب، وطالبين منه النهارده مش يقدم لنا تقرير وهمي، تقرير غير معتمد، تقرير غير موثق، احنا طالبين منه كشف حساب من البنوك اللي بيتعامل معاها الوفد بتاريخ اليوم، ينشره في جريدة الوفد، يتحدى بيه، يقول لنا ان احنا فيه، احنا مصدقين، عشان يقول لنا ان احنا مصدقين في انه الوفد على شفا الافلاس، يقدم لنا كشوف حساب من البنوك تكون فيصل ما بيننا وما بينه وتتنشر في الوفد. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها هنا، ان كل الاوراق اللي بتخرج عن الوفد في الوقت الراهن اوراق غير رسميه وغير موثقه وليس لها اساس. وعايز اقول لحضراتكم ان انا النهارده كنت بحضر في قضيه، وصل الامر برئيس الوفد انه يزور لائحه الحزب، يزور لائحه الوفد. النهارده محامي الوفد هو بيحضر امامنا لائحه الحزب، زي ما حضراتكم عارفين لا يتم التغيير فيها ولا يتم التعديل فيها غير بجمعيه عموميه. النهارده اتقدمت الحافظه، استاذ صلاح سليمان كان معانا بيترافع في القضيه، اتفاجئ بانه اللائحه اللي بتتقدم نص الماده اللي احنا مستندين اليها متغير، فتعاملت لائحه جديده بورق جديد وتقدمت للمحكمه النهارده.
ويقدر صلاح يقول لكم ايه اللي ترتب على ده قدام المحكمه النهارده. لا في جزئيه صلاح بس انتم امام متابعه الوقت، هل في خلال السنه اللي فاتت دي انتوا شفتوا جمعيه عموميه لا 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 دعاها للتغيير ولا للتعديل؟ بس الهيئة العليا وصدقت. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد اذنك يا استاذ محمد، يا اساتذه يا اساتذه يا اساتذه، بعد اذن حضرتك يا استاذ سمر. الوفد مؤسسه عريقه لها دستور. الوفد اسمي انا، انا صلاح سليمان المحامي المستشار القانوني السابق لرئيس الوفد محمود بيه أباظة، مستشار قانوني للوفد من 2000 من 2000 حتى 28/5/2010. استقلت يوم اعلان النتيجه. يعني كان مستشار قانوني الدكتور نعمان جمعه وهو رئيس، وانا اللي مقدم ورق الدكتور نعمان جمعه انتخابات رئاسه الجمهوريه، وانا عضو مجلس النقابه العامه للمحامين. ولنا ايه اللي تم في الجلسه بقى النهارده؟ النهارده فوجئنا وانا حاضر مع الزميل الاستاذ رضا سلامه ان هو مستند لان مده عضويته كسكرتير للهيئه الوفديه طبقا للائحه المعلنه اللي موجوده قدامنا التي لم تعدل، والاستاذ فؤاد سكرتير عام الوفد يقول لنا هل تم اي تعديل في اللائحه منذ 2010 وتعديل اللائحه طبقا لما ورد بها لا يتم الا بجمعيه عموميه غير عاديه بنصاب خاص باجراءات خاصه وتعلن، وعند انعقادها يتم توثيقها وتقديمها فين؟ في لجنه شؤون الاحزاب. عندنا لجنه شؤون الاحزاب فيها وثيقه فيها نسخه، عندنا اعلان اللي نشر في جورنال الوفد ومكتوب فيه المواد اللي اتعدلت. للاسف الشديد هو النهارده عدل في الماده 14 بحذف ثلاث كلمات، بحذف ثلاث كلمات. الماده 14 بتتكلم عن ان الهيئه الوفديه تنتخب في دور انعقادها العادي خمسه كسكرتارية لها لمده 5 سنوات، صطبت او مسحت او زورت وحذفت لمده 5 سنوات. انا حزين هذا الكيان العريق اللي خرج سعد زغلول نقيب محامين مصر، مصطفى النحاس نبي الوطنيه المصريه، فؤاد سراج الدين، نعمان جمعه استاذ القانون، محمود أباظة، في نقابه المحامين فيها 23 نقيب محامين من ضمنهم 17 نقيب محامين وفدي، حزب الوفد اللي طلع وحيد رأفت وطلع حميد حشيش، يتم التلاعب بلائحته الاساسيه بلا خجل. انا بقول ان الزميل استاذ رضا بوصفه هو صاحب المصلحه في الدعوه المقدمه النهارده بيكتب بلاغ سيتم تقديمه غدا بتهمه نتهم حزب الوفد ممثلا في رئيسه ومصوره القانوني بالتزوير في محرر عرفي واستعماله امام المحكمه، بتزوير في الماده 14 من اللائحه الداخليه للحزب. فعلا هذا يوم حزين في تاريخ الوفد. عايز اقول عايز لو سمحت مدى تأثير التعديل ده؟ مدى تأثير التعديل ده مرتبط بان احنا عندنا جمعية عمومية يوم الجمعة. الجمعية العمومية طبقا للائحة القديمة مدة السكرتارية 5 سنوات، مدة الهيئة العليا اعضاء الهيئة العليا 4 سنوات، معناها بالضرورة انه اعضاء السكرتارية الخمسة امامهم لسه 13 شهر فهم اتحرموا من هذا الامر، وتم التعديل على اعتبار انه الانتخابات اللي جاية بيعمل فيها هيئة عليا وسكرتارية، فهو جار على حق السكرتاري. عايز اقول لحضراتكم حاجه بامانه شديده، احنا مش داخلين في خصومه شخصيه مع رئيس الوفد. حقيقه الامر احنا سعينا بكل السبل وكل الطرق المتاحه للحوار مع رئيس الوفد، سعينا قدر استطاعتنا خلال ال5 سنوات للمشاركه في صناعه القرار، لكن كان الدكتور سيد واخد قرار منذ اللحظه الاولى للانفراد بالوفد، فتعامل مع الوفد كيان الوفد اللي عمره 100 سنه، يعني احنا تقريبا قدامنا سنتين وهنحتفل بمناسبه مرور 100 سنه على نشاه الوفد، بيتعامل معه كمنشاه فرديه، وشفنا حاله الارتباك وحاله التردد اللي اصابت الخطاب السياسي للوفد في حواره مع جماعه الاخوان المسلمين، وضيع 6 شهور من عمر الوفد ومن عمر ثوره 25 يناير في انه الوفد هيخش في تحالف مع الاخوان المسلمين، مع العلم ان الوفد اقدم حزب في مصر، الوفد من سنه 18، الاخوان المسلمين من 28، وتسبب ده في انه فتت القوى المدنيه، وان القوى المدنيه ما قدرتش تدخل في مواجهه واضحه مع القوى الظلاميه او قوى الاسلام السياسي. المره الثانيه شفنا فيها ان لما قرروا المصريين في جبهه الانقاذ مجتمعين ان هم يقفوا ويجابوا جماعه الاخوان المسلمين وتشكلت جبهه الانقاذ، في الوقت اللي تشكلت فيه جبهه الانقاذ خرج رئيس الوفد على الاجماع الوطني كله على التيار العام اللي كان موجود في مصر
وراح قعد مع الرئيس مرسي في الوقت اللي كان كل المصريين واخدين موقف فيه من رئيس جماعه الاخوان المسلمين. مش كده مش كده وبس، خرج وقال لنا على دستور الاخوان ان هو افضل دستور في التاريخ بغير مبرر وبغير سند، وقال ما هو اكثر من ذلك، قال ان مرسي من حقه يحكم مش 50 سنه 500 سنه. كل ده تسبب في انه الوفد خسر كتير من رصيده في الشارع السياسي المصري. احنا لاول مره نشوف الوفد اللي امثله في ثوره 19 على ان الدين لله والوطن للجميع وعاش الهلال مع الصليب، ان رئيس الوفد يشيل علامه الوفد الهلال والصليب ويحط مكانها نجوم ويقول لك انا بعمل 27 نجم و 26 نجم. شفنا الوفد وهو بيدخل المعونه لاهلنا وناسنا في غزه انه شال الصليب اللي بيخص الوفد ده ضباط مصر في ثوره 19 قالوا انه الجيش الانجليزي ما بيفرقش بين المصري والاخر ما يعرفوش، ولما اتعمل دستور 23 وتقال لهم نعمل لكم كوتا داخل الدستور رفضوا. ده كلام تسبب فيه الدكتور سيد انه يحط في الصفحه الاولى ربع صفحه كل يوم يتكلم فيها عن مين الوفد. انا بعد 100 سنه محتاج اقول للمصريين مين الوفد؟ بعد 100 سنه اقول ان انا مش حزب علماني؟ بعد 100 سنه اقول ان انا مش حزب مدني؟ انا اعتقد انه انفراده باداره الحزب والجرائم اللي ارتكبت في حق الوطن، لان احنا كان هناك امال كبيره على ان الوفد هو اللي يقود الحركه الوطنيه ويقود الحركه السياسيه في مصر، لكن للاسف الشديد انفراده بهذا القرار تسبب في النتيجه اللي احنا شايفينها في دور الوفد في الساحه السياسيه المصريه. اولا من حقنا تماما ان احنا ندخل مقر الوفد وكاعضاء في الوفد، والوفد ليس ملكا لسيد البدوي او ملكا للهيئه العليا، الوفد ملكا لجميع اعضائه، هو بيت للامه المصريه، وبالتالي الشكل الموجود عليه حزب الوفد الان بالقوات الامن الموجوده من خلال هذه الشركه ده امر جديد على الوفد، لان احنا اللي بنحمي مقرنا، احنا اللي بنحمي مقر الوفد، بيت الامه، ده بيت الامه، والوفدين جميعا هم اللي بيحموا مقرهم وليس في حاجه الى قوات امن زي ما هو حاصل امامكم دلوقتي لحمايه رئيس الحزب. انا عاوز ارجع تاني 2006 2006 صدر فيها قرار من النائب العام بالحفظ وحسن هذا القرار بمدير مده وعدم الطعن. انا عاوز ارجع بعد اذنكم مش حاجه بتبان امبارح المشرف الهدى قال ان في قرار بمنع جميع الاعضاء المفصولين او تجمدهم من دخول الحزب الا التحقيق فقط، وقال ان في اعضاء التزموا بالتحقيق وقالت طلب التاجيل الموعد او تغيير الموعد. تمام، اولا هذا كلام عاري من الصحه، لان ولا احمد عوده عراب سيد البدوي يملك منع حد من الحزب او يملك منع عضو من الحزب. اثنين، ان محدش استجاب للتحقيق والكل اعتذر عن الذهاب للتحقيق. لا عدم مشروعيه القرار. الاستاذ طلب تعديل الميعاد نظرا للالتزام او بعض الظروف. يا فندم استاذ مصطفى رسلان اهو. اول يعني استاذ مصطفى رسلان اهو. انا رفضت هل في بيان ورفضت عشان اللجنه خماسيه فيها اربعه معينين من طرف الدكتور سيد وده يشوب هذه اللجنه، ازاي لجنه محقق تحقق معايا في شيء يمس رئيس الوفد وفيهم اربعه معينين معينهم رئيس الوفد؟ بالاضافه ان احمد عوده اللي هو بيرأس اللجنه الخماسيه اعلن موقفه المظبوط مما يخل بالحياديه، وتستطيع ان ترجع للصحف مهاجمني ومهاجم الاخوه الزملاء في الصحف قبل التحقيق، وهو المفروض يرأس اللجنه الخماسيه، فده يخل مبدا الحياديه ولا يصح ولا يليق. هو القرار غير شرعي يا اخوان. هو في هيئه عليا اجتمعت يوم الجمعه؟ ما فيش هيئه عليا اجتمعت زي ما اشرنا وزي ما اشار الاستاذ عبد العزيز ان الهيئه العليا التي اجتمعت ده هيئه عليا باطله، لان لم يتم توجيه الدعوه للجميع. انا عاوز بس ارجع للجمعيه العموميه التي يتم صنعها، وانا رجعتها كلها. تمام، الجمعية العمومية القديمة اهي اللي منشورة في الجريدة اللي هي انتخبت الدكتور سيد واللي كسب فيها ثانية واحدة اللي هي 2014 300 عددها 3596 ماشي. هو امبارح سيد البدوي بيقول في المؤتمر الصحفي ان عدد الجمعية للهيئة الوفدية تتكون من 900 عضو ولم نحذف اسما واحدا. 3900 ده اللي بيقوله 3900 بينما الاصل كان 3500 و
ولم نحذف اسم. طيب ولم نحذف اسم واحد واحد. طب انا رجعت على الجمعيه العموميه التي تم توزيعها على المرشحين، خدت نسخه ورجعتها بالاسم ومعلم بالاسم اهو. تم حذف كم واحد؟ خلاص النتيجه، وتم استبعاد برضو بالاسم والمحافظه بتاعته. انا قعدت اشتغلها بنفسي بحكم ان انا كنت سكرتير عام فحافظ. تمام. المحصله تم حذف 779 عضو من الجمعيه العموميه القديمه اللي انتخبوا ابو دراوي. تمام. انتخبته رئيسا للوفد. ثم تم اضافه 1243 على الجمعيه المستنبطه. تمام. 1000 كم؟ 1243 1243. ده يؤكد ان حدث تلاعب خطير جدا. 55% من اثنين. لما رجعت الناس اللي حذفهم من الجمعيه العموميه القديمه كويس، وفاجئ بان حذف من المحافظه الداخليه 82 عضو، الغربيه 54، الشرقيه حاجه 45، وهكذا بقى على المحافظات كلها. ده تاثير على القضيه المرفوعه يا فندم. ده يا فندم يا فندم ده يبطل الجمعيه العموميه من اساسها. والهدف من كل كده، من هدف من القصه ديت، ان هو بيصنع اللي بيصنع الكلام ده ليه؟ عشان ياتي بهيئه عليا تابعه تتلقى التعليمات والاوامر وتبصم، وده اللي احنا لن نسمح به، لن نسمح به. فانا حبيت احطكم في الصوره بالمستندات والدليل اللي انا بقوله، وادي الجمعيه وادي الارقام وادي كل حاجه. لا ما يا فندم، الاجراءات اجراءات قانونيه، الاجراءات. لا ما احنا ماشيين في كذا اتجاه يا فندم، ماشيين في جمع توقيعات بطلبوا ارحل يا سيد يا بدوي، شغالين في الطريق القانوني. تمام. وما يستجد من مواقف، وفي بيانات مذكرات تقدمت للجنه شؤون الاحزاب. تمام. زي ما اشرنا جميعا، واحنا على حسب الموقف بنتخذ الاجراءات. يعني عايز اقول لحضرتك احنا مستمرين، يعني في استمرار في حركه الاصلاح. حركه الاصلاح مش مرتبطه في الوقت الراهن بالجمعيه العموميه يوم الجمعه. حركه الاصلاح هتكون مستمره الى اعاده الوفد الى الطريق اللي احنا كنا محتاجينه كلنا، طريق الحركه الوطنيه المصريه بصفته امين على تراس الحركه الوطنيه المصريه. تمت الجمعيه العموميه او لم تتم، هذا لن يغير من موقفنا في اصلاح الوفد. احنا لدينا رغبه ولدينا اراده صادقه لاصلاح الوفد. هذا تحقق ده يوم الجمعه او لم يتحقق، احنا هنكمل هذه المسيره.